السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا شباب؟ كل عام وأنتم بخير. معاكم زميلكم مصطفى أبو الشيخ. إن شاء الله هكون معاكم في شرح المحاضرات الخاصة بالجنرال مايكولوجي بإذن الله. البرانش ده يعني برانش كويس وحلو، بعد أكيد ما خدته برانش البكتريولوجي وبرانش الفيرولوجي. هنبدأ إن شاء الله مع بعض الجنرال مايكولوجي، والنهاردة هنبدأ أول محاضرة وهي محاضرة الجنرال. بعد كده لسه في السيستمك وفي الكلاسيفيكيشن وفي حاجات خاصه بالبرودكشن، كله ان شاء الله هنتناوله يعني في الفيديو اللاحق لده. لكن النهارده باذن الله هنكتفي بالانترودكشن او بالجنرال مايكولوجي في هذا الفيديو. ايه المطلوب مننا نعرفه؟ هنعرف ان شاء الله يعني ايه الايكاريوتيك نيتشر، يعني نعرف ان الفنجاي دي من الكائنات او اللي هي ايكاريوتيك، يعني حقيقيه النواه. هنفرق بينها وبين كون البكتيريا انها يعني بروكاريوتيك، وهنعرف بعض الاختلافات التانية اللي هو ما بينهم. هنعرف طبعا المورفولوجيكال فورمز بتاعت الفانجاي اللي هو هناخدوهم ان شاء الله، اللي هو المولدس، وهناخده اليستس، وفي الدايمورفيك فانجاي. هناخده طبعا الكلينيكال كلاسيفيكيشن الفانجال انفكشن، وهناخده الباثوجينيسيس كحاجه كده جنرال عموما، يعني ازاي هي بتحدث المرض، وممكن نتعرف على بعض الانتي فانجال دراجز. هنبدأ كده بمقارنة بسيطة. عموما يعني ايه تعريف البرانش اصلا؟ يعني ايه مايكولوجي؟ مايكولوجي ده البرانش which interested in a study of fungi، يعني هو علم كده بيهتم بدراسة الفانجاي. الفانجاي تختلف عن البكتيريا في بعض الاختلافات، من حيث الحجم الفانجاي اكبر من البكتيريا، ده اول فرق بينهم وفرق مهم. الفروق دي بالرغم انها بسيطه بس بتيجي في اسئله في الام سي كيو. طيب بالنسبه للنواه، ان الفانجاي النواه بتاعتها ايكاريوتيك، حقيقيه ان النواه يعني الماده النواه او الماده الوراثيه بتاعتها كده محاطه بممبرين مفصول عن السيتوبلازم، على عكس البروكاريوتيك بتكون المادة الوراثية موجودة في السيتوبلازم. طب من حيث وجود الميتوكوندريا، الميتوكوندريا موجودة في الفانجاي ولكنها absent في حالة البكتيريا. الفرق اللي بعد كده وفرق جوهري بيعتمد عليه بعد كده الأدوية اللي أنا بعملها مخصصة specific للفانجاي، يعني بتعمل على المادة دي. مادة تسمى الإرجوستيرول، المادة دي موجودة في الفانجاي في السيل وول بتاع الفانجاي أو في السيتوبلازمك ممبرين كده أفضل، علشان هو عندنا السيل وول ده يختلف عن السيتوبلازمك ممبرين. فالغشاء البلازمي بتاع الفانجاي بيحتوي على الإرجوستيرول بينما البكتيريا لا تحتوي عليه. ده أهم اختلاف بينهم. زي ما قلنا في الأنتي فانجل دراجز بيكون الهدف بتاعي، الهدف صناعة الدواء بيكون يعني فعال ازاي وسبيسيفيك ازاي، ازاي هو يعني بيفرق في الجسم ما بين الفانجاي والبكتيريا، انه بروح يعمل على المادة الموجودة في الفانجاي ومش موجودة في البكتيريا. طيب بعد كده السيل وول، السيل وول برضو ممكن انا يعني في فرق موجود وممكن برضو استخدمه في الأدوية او استخدمه في حاجة تانية برضو كحاجة كده سبيسيفيك او حاجة مميزة للفانجاي عن البكتيريا، انه تحتوي على مادة تسمى الكيتين، بينما البكتيريا تحتوي على مادة تركيبية تسمى البيبتايدوغلايكان، واكيد المادة دي انتوا خدتوها في البكتريولوجي. بعد كده السبورز، السبورز بتتكون في الفانجاي الغرض الريبرودكشن، لغرض التكاثر. والريبرودكشن بيكون في حالة الفانجاي بيكون سيكسوال هو اسيكسوال، يعني بيكون النوعين تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي. طيب بينما في البكتيريا تلجأ البكتيريا التكوين السبورز دي للسيرفايفل، يعني علشان من يكون في عوامل كده، العوامل مثلا هيوميديتي مثلا او تمبريتشر عاليه او اي حاجه مثلا ووتر ليكج، اي حاجه نقص مثلا المياه او غيره، كل هذه الاشياء طبعا البكتيريا بتلجأ انها تتحوصل وتكون سبورز للسيرفايفل، يعني هنا عشان يعني تعيش لحد ما تأتي كده ظروف كده مناسبه وتبدا هي يعني تحصل لها كده من جديد، يعني تفقد السبورز دي وتطلع منها وتكمل الحياه بتاعتها عادي. اما الفنجاي هي بتكونها عادي، ملهاش دعوه بالظروف المحيطه، لكن هي بتكونها علشان التكاثر. طيب بالنسبه للميتابوليزم هناخد اول جزئيه كده، اللي هو في حاجه اسمها هيتيروتروفيك وفي هيتيرو اوتوتروفيك. يعني ايه؟ يعني ايه معنى فانجاي هيتيرو تروفيك والبكتيريا هيتيرو اوتوتروفيك؟ اولا هيتيرو تروفيك معناه ان الكائن الحي ده بيعتمد على كائن حي اخر انه بيحصل عليها الطاقه، فالفانجاي لا تستطيع ان تكون الطاقه بتاعتها، يعني لكنها تعتمد على كائن حي اخر انه هو بيساعدها في تكوين الطاقه. بينما البكتيريا فيها النوعين، فيها بكتيريا ممكن تكون الطاقه بتاعتها وحدها اللي هو اوتوتروفيك، وممكن تعتمد على كائن تاني او على عنصر تاني تكون منه الغذاء بتاعها.
اقوى مثال عندنا في الطبيعه على الاوتوتروفيك اللي هو النباتات الخضراء، انها تحتوي على الميتوكوندريا وتحتوي على المصانع الخاصه بتاعتها اللي هي من خلالها اصلا بتقدر تكون الغذاء بتاعها. عشان كده الكائن اللي هو الاوتوتروفيك، يعني الكائن اسميه بروديوسر، اللي هو كائن منتج وليس مستهلك. فبالتالي الفنجاي تعتبر كائنات مستهلكه لانها تعتمد على كائن اخر في الحصول على الطاقه بتاعتها، بينما البكتيريا لا تعتمد، يعني فيها جزء يعتمد وفيها جزء ممكن اوتوتروفيك يكون الغذاء يعني مع نفسه. بكده يعني نلخص الفروق كده، من حيث الحجم الفنجاي اكبر، من حيث اللي هو ايكاريوتيك ولا بروكاريوتيك، فالفنجاي ايكاريوتيك والبكتيريا بروكاريوتيك. من حيث وجود الميتوكوندريا فالفنجاي تحتوي على الميتوكوندريا بينما البكتيريا لا تحتوي. من حيث مادة الإرجوستيرول في السيتوبلازم هومبرين موجودة في حالة الفنجاي وغير موجودة في حالة البكتيريا. في حالة السلول الجدار الخلوي بيحتوي على كيتين في حالة الفنجاي، بينما في حالة البكتيريا بيحتوي على مادة اسمها البيبتايدوغليكان. في السبورز بتكون موجودة في كلا البكتيريا والفنجاي، ولكن الوظيفة بتاعتها في السبورز، وظيفة السبورز في حالة الفنجاي انها للتكاثر، بينما وظيفتها في حالة البكتيريا بتكون انها يعني في تحميها في الظروف، في الظروف غير مناسبة. والميتابوليزم زي ما قلنا هيتيروتروفيك، بينما البكتيريا فيها النوعين هيتيروتروفيك واوتوتروفيك. في ملحوظة هنا للمايكوبلازما، المايكوبلازما دي بكتيريا، يعني من اسم بتاعها تحسوه كده مشابه اصلا للمايكولوجي او مشابه الفنجاي، ولكن المايكوبلازما دي بكتيريا. بكتيريا تحتوي على الكوليسترول في السيتوبلازم ممبرين، يعني هي البكتيريا الوحيدة اللي تحتوي على كوليسترول في السيتوبلازم ممبرين، بس هي تبع يعني مايكوبلازما دي بكتيريا وليس فنجاي. زي ما قلنا في الريبرودكشن بتاع الفنجاي ده بيكون سيكشوال واسيكشوال، يعني بيكون مايوتيك وميتوتيك، يعني ميتوزي وميوزي، وناخدهم ان شاء الله بالتفصيل من ناخد ايه محاضره اللي بيكون فيها التكاثر الريبرودكشن الخاص بالفنجاي. الجزء الثاني عندنا المورفولوجيكال فورمز، هي الاشكال اللي تتواجد فيها الفنجاي في الطبيعه. تتواجد في صورتين، في صوره تسمى المولدس وصوره تسمى ليس. المولدس دي عباره عن لونج فيلامنتس، عباره عن كده شعيرات كده طويله يطلق عليها اسم الهايفي، ونركز يعني في فرق بين هايفي وناخده حاجه بعد كده تسمى السودو هايفي. الهايفي دي عباره عن لونج فيلامنتس ما فيهاش كونستريكشن، ما فيهاش اختناقات، علشان في كده في حاجه اسمها السودو هايفي، دي بيكون برضو فيلامنتس ولكن بيكون فيها اختناقات فتختلف عن الاساس الهايفي، وبالتالي كده بيسموها سودو هايفي. يعني ايه؟ يعني ممكن يعني كده خطا تقول عليها هايفي. طب الهايفي دي بتاعه المولدس يعني بيكون فيها نوعين، نوع بيكون سبتيت وننسب، نوع تاني يكون نون سبتيت. يعني في نوع بيكون فيه كده فواصل حوائط عرضيه كروس وولز، وفي نوع تاني مش بيكون فيه. تمام. طب دي بعد ما تتكاثر وبعد ما تنمو، بتنمو في شكل كده، في شكل كتل. الكتل دي انا اقدر اشوفها على الكالتشر ميديا في المعمل. اشوفها ازاي؟ اشوفها في شكل كده كتل تسمى المايسيليوم. يبقى كده لو سألكم الميسيليم دي موجودة فين، أو ميسيليم مثلا ديفينيشن بتاعها، دي عبارة عن الماس تنتج منين؟ تنتج من البرانشينج والالونجيشن أو النمو الطولي بتاع المولدس أو بتاعة الهايفي دي. يبقى كده الميسيليم ده الشكل بتاع الهايفي عندما تنمو في الكالتشر ميديا. طيب عايز امثله انا المولدس دي، في كتير امثله، نكتفي بالمذكورين دول، الاسبرجيلوس والبنسيليوم والديرماتوفايتس، دول امثله. وادي الصوره هنا صوره 16، ادي الفيلامنتس كولونيز كده الشكل كده عامل زي الكتل الماسز، هي دي تسمى مايسيليوم. وعلى ايدنا الشمال صوره 15 الفنجاي، هنا شفنا الفيلامنتس فانجاي ليها كذا اسم، يعني الهايفي اسم تسمى هايفي، فيلامنتس فانجاي تسمى مولدس، كل دي اسامي ليها. النمو بتاعها بيكون ابيكال جروث، بيكون النمو بتاعها راسي الونجيشن. وادي عندنا هنا الهايفي اهي كده، هذه كده برانشز ما فيهاش كونستريكشن. هنشوفوا ايه الفرق بين السودو هايفي اللي قلنا عليها. ده اول نوع كده، يبقى اول نوع نعرف ايه فيه، نعرف انه تسمى فيلامنتس فانجاي، تسمى مولد صح، تسمى هايفي صح. طيب الهايفي منها نوعين، نوع سبتيت ونوع نون سبتيت. السبتيت ده بيكون فيه حوائط، يعني بيكون كده فيه فواصل كده، سبتال وولز او كروس وولز، حوائط ارضيه، والتاني مش بيكون فيه نون سبتيت. بعد النمو بتاعها على الكالتشر ميديا انا بشوفها في صوره كتل تسمى المايثيليوم. بعد كده الامثله بتاعتهم الاسبرجيلوس والبنسيليوم والديرماتوفايتس. طيب ناتي كده للفورم الثاني من المورفولوجيكال فورمز بتاعه الفنجاي، تنمو على ييست سيل اللي هو زي خميره كده، دي عباره عن سنجل سيل. الخليه دي بتاخذ هل ممكن شكل بيضاوي او شكل
كده دائري الراوند، تمام؟ تتكاثر عن طريق البادنج، عن طريق التبرعم، وبتكون زي ما قلنا السودو هايفي. ايه السودو هايفي دي؟ تعريفها بين القوسين هايفي وذ كونستريكشنز سوسيك لايك تشين، يعني زي كده اللي هو ايه سلاسل كده شكل السجق كده بالظبط. والسودو هايفي الفرق بينها، يعني ايه الفرق الجوهري بينهم؟ انه السودو هايفي دي فيها كونستريكشنز، يعني هايفي ولكنها كده مقسمه لاجزاء. في استثناءات، يعني في بعض الفانجاي بتاخذ الشكلين دول، تاخذ يعني ممكن في ظروف بيئيه معينه تاخذ شكل المولدس اللي هو الفيلامنتس فانجاي او الهايفي، وفي في ظروف تانية بتاخذ شكل اليستس. مثال عليها مشهور جدا اللي هو هيستوبلازما. الهيستوبلازما دي يعني بتاخذ اي شكلين تعتمد عليه، يعني ايه بيخليها تاخذ الشكل ده في وقت وده في وقت؟ يعتمد على التمبريتشر. ففي حالة درجة حرارة الغرفة، درجة حرارة العادية يعني في روم تمبريتشر اللي بتكون حوالي 25 درجة او اكتر او اقل، يعني نسبة بسيطة الرينج ده، بتكون ايه جرو از مولدز هايفي. بينما في البادي تمبريتشر يعني دخل جسم الانسان كده مثلا كعدوى او غيره، درجة جسم الانسان طبعا حوالي 37 درجة سيليزي تقريبا يعني، ولكن في رينج اللي هم 36 ونص ل 37.2 من عشرة، دي جرو از يستس، تمام، تنمو كخمايا. ده كده نركز على الديمورفيك فانجاي، المثال بتاعها الهيستوبلازما، وانها في درجه حراره الغرفه الروم تمبريتشر بتنمو كاز هايفي او فلمنتس فانجاي، وفي البادي تمبريتشر درجه حراره الجسم تنمو كخمائر ييستس. النقطه الثالثه عندنا ناخده للكلينيكال كلاسيفيكيشن، يعني التقسيم الخاص بالفانجاي من حيث الانفكشن، من حيث العدوى اللي بتسببها. هل العدوى بتاعتها دي بتكون مثلا سوبرفيشال؟ هل العدوى دي بتكون ديب بتاخذ الانترنال اورجانز وهكذا؟ يعني تنقسم مثلا الثلاث حاجات. اول حاجه المايكوتيك انفكشن والمايكوتوكسيكوزس، في حاجه اسمها الالرجيك رياكشن. طيب ايه المايكوتيك ديس انفكشن؟ المايكوتيك انفكشن دي وحدها هنقسمها لاربع برانشات او الاربع عناصر. اول عنصر حاجه اسمها السوبرفيشال مايكوزس، دي من اسمها سوبرفيشال، فهي بالتالي بتاثر على لوقات الجلد الخارجيه اللي هي طبقه الكيراتين الخارجيه للجلد، يعني او الكيراتينايزد لاير اوف سكن، الطبقه الخارجيه للسكن. دي مثال عليها البتريسز فيرزيكولر، وهناخدوها ان شاء الله دي في بعض في الديزيز اللي هناخدها في المحاضره الجايه او اللي بعديها، هناخد ان شاء الله عز وجل بعض الامراض فهيكون ان شاء الله البتريسز فيرزيكولر واحد منهم. بعد كده النوع الثاني اللي هو ده بيدخل شويه كده لجوه، تسمى الكوتينيوس مايكوزس، وده بياخد الديب لاير للسكن. السكن طبعا احنا قلنا ثلاث طبقات او طبقتين، يعني اللي هو الابيديرمس والديرمس، طبعا بينقسم تقسم الجزئين، في جزء علوي منها وفي جزء سفلي. فبالتالي دي يعني بياخد الديب لايرز من السكن، يعني خلاص كده يعني اول سوبرفيشال ده بياخد طبقه الكيراتين العليا من الجلد، بينما الكوتينيوس مايكوزس لا هتخش دي بشويه تاخد الديب لايرز للسكن. طب مين هي الفنجاي اللي بتعمل كده؟ مثال امثله عليها الكانديدا والديرماتوفايتس. طيب بعد كده لا في فنجاي بتدخل جوه اكتر وبتعمل حاجه غير اكتر زي السبكوتينيوس مايكوزس، دي بتاخد السبكوتينيوس تيشو. مثال عليها المايسيتوما. طيب في حاجه اسمها ديب او سيستميك مايكوزس، ودي اخطر حاجه فيهم. ليه؟ عشان دي بتاخد الانترنال اورجان، بتاثر على الانترنال اورجان، ودي بتكون موجوده في نوعين، في حاجه اسمها ترو باثوجين وفي حاجه اسمها اوبشنستيك باثوجين. اول حاجه يعني ايه باثوجين؟ باثوجين كده زي من المقطع الاولاني ده باثو زي كده باثولوجي مرض يعني، فباثوجين هو الكائن المسبب للمرض. ففي الديب او سيستميك مايكوزس دي تنقسم الى ترو باثوجينز واوبشنستيك باثوجينز، تمام؟ الترو باثوجينز دي اللي هي انفكتنج نورمال هيلثي انديفيدجوالز، يعني ايه معناها؟ انها ترو باثوجين تقدر تسبب المرض ده في الكائن العادي، في الشخص كده سليم صحته كويسه، تمام، زي الهيستوبلازما وزي بلاستومايكوزس. طب ايه البروشنوستيك باثوجينز دي؟ لا دي بتسبب المرض في شخص كده المناعه بتاعته او الريزيستنس بتاعته تكون ايه لو، يعني مثلا واحد عنده مثلا امراض مناعيه، مثلا واحد عنده كانسر ربنا يحفظنا جميعا، مثلا بياخد انتي كانسر دراجز، فادويه الكانسر دي تاثر على المناعه. اي مرض مناعي بيضعف مناعه الجسم، ده يسمى اميونو كومبرومايزد انديفيدجوالز، وبالتالي الفانجاي بتاخذ الفرصه بتاعتها وتقدر تسبب المرض بتاعها زي نيوموسيستايتس وزي كريبتو كوكاس والكانديدا. دي الكائنات دي او الفانجاي دي تسمى اوبشروستيك باثوجينز عشان هي بتسبب المرض في كائنات، يعني او يكون الكائن الحي او يكون الانسان بيكون يعني بيكون ضعيف يعني في المناعه بتاعه.
على عكس وجودها. يعني ممكن الكائن ده يكون الفنجاي دي موجوده في انسان سليم وفي انسان مناعته ضعيفه. فالانسان السليم ده او الانسان مناعته قويه ما تقدرش تحدث المرض فيه، لكن اول ما تتعرض كده لظروف مثلا الشخص ده اصيب مثلا مرض مناعي على طول تسبب المرض بتاعها. ده اول كان برانش بتاعنا او اول عنصر اللي كان الميكوتيك انفكشن اللي هي يعني العدوى الخاصه كده ايه بالفنجاي. في بعد كده ممكن الفنجاي ما تعملش كأورجن او الفنجاي نفسها يعني ككائن ما يعملش الانفكشن، ولكن بيخلي السم بتاعه او التوكسين بتاعه او المواد اللي بتفرزها عموما الكيميكالز هي اللي بتعمل المرض، وده يسمى مايكوتوكسيكوزس. تمام، يعني انا دلوقتي اخد الغذاء يحتوي على الفنجال توكسينز. مثال يعني التسمم بالمشروم بيعمل لي دمج للليفر والكدني والبون مارو، علشان المشروم طبعا فيه سموم او فيه توكسينز بتاثر على الليفر وتاثر على الكدني. طيب في حاجه اسمها الافلاتوكسين، ده بتاع اسبرجيلوس فليفوس، ده يعني كده جينيوس او ممبر من العائله بتاعه الاسبرجيلوس، ده بيعمل لي كرونيك ليفر دامج وبيعمل لي كانسر. فبالتالي يعني هنا الفرق ايه؟ الفرق بين المايكوتوكسيك انفيكشن وبين المايكوتوكسيكوزس. المايكوتيك انفيكشن بيكون المسبب فيها الاورجانيزم نفسه اللي هو الفنجاي نفسه، لكن هنا المايكوتوكسيكوزس اللي بيكون مسبب فيه التوكسين بتاع الاورجانز دي بتاع الفنجاي دي. بعد كده الالرجيك ديس اوردرز او الالرجيك رياكشن دي بتكون بسبب ايه؟ يعني في تفاعلات كده انفلاماتوري رياكشن حصلت ويحصل حساسيه، يحصل كده تغيرات في الجسم، يحصل فازو دايليتيشن وتطلع ماده الهستامين، وبتحصل مجموعه كده من الالرجيك رياكشنز دي سببها برضو مواد خاصه بالفنجاي، خصوصا السبورز. السبورز بتاعت الفنجاي دي وخصوصا الاسبرجيلوس دي تسمى الرجين. يعني الرجين انها ماده بتثير الجهاز المناعي، والجهاز المناعي بيعمل كده يعني بيطلع انتي بودي تواجه الحاجات دي، وبالتالي هيحصل كده تغيرات انفلاماتوري رياكشن في الجسم، وبتعمل لي الرجيك رياكشن، تفاعلات حساسيه هتعمل لي، ممكن تعمل لي برونكال ازم، ممكن تعمل لي هاي فيفر، ممكن تعمل لي ارتكاريا. دي كلها انواع حساسيه. صور الحساسيه ممكن تحصل في حاله وجود السبورز بتاعت الاسبرجيلوس او اي فنجاي تاني ممكن يسبب الحته دي. بعد كده هناخد جزء الباثوجينيسيس اللي هو الميكانيزم اوف ديزيز، يعني ازاي الفنجاي دي بتعمل ديزيز، اللي هو ينقسم النوعين. يعني في نوع طبعا من الانفكشن مثلا ناخد مثال عليه الهيستوبلازما. الهيستوبلازما لو اصابت الجسم، الجسم هيواجهها ازاي؟ هيواجهها ان يعمل حاجه اسمها جرانيولوميتس ريسبونس. يعني ايه جرانيولوميتس ريسبونس؟ انه الجسم اول ما يجي يهاجم والخلايا المناعيه تيجي تهاجم سواء الفنجاي نفسها او التوكسين بتاعتها، بتكون زي كده لو اخذنا كده مقطع تحت الميكروسكوب هنلقوا حاجه كده شكل جرانيولوما كده زي تكتل كده من الخلايا، والخلايا دي عباره عن ماكروفاج والهيلبر تي سيلز، الخلايا المساعده. تمام تي، وبالتالي اصلا هنكون يعني هتكون شكل كده جرانيولوما، ولو بصينا الميكروسكوب هنلقوا كده في شكل كده ايه، شكل دائري للخلايا محيطه بالجرثوم نفسه بالهيستوبلازما او اي كائن غيرها. تمام، او ممكن بالتوكسين بتاعتهم. في انفكشن ثانيه الفنجاي بتعملها، الجسم بيواجهها عن طريق بايوجينيك ريسبونس. ايه البايوجينيك ريسبونس؟ معنى كلمه بايوجينيك يعني ده مولد هيعمل لي ابسس، هيعمل لي خراج، هيعمل لي سابيرتيف انفلاميشن. يعني ايه سابيرتيف انفلاميشن؟ ده بيعمل لي كده ايه، حاجه كده مكونه للصديد، هتكون لي بص. تمام، ودي بتكون الخلايا الاساسيه في حاله البايوجينيك ريسبونس بتكون نيوتروفيلز. طيب بعد كده ايه الدايجنوستس بتاع الفانجل انفكشن؟ انا ممكن اعمل دايجنوستس للفانجل انفكشن يعني في جنرال كده، عشان احنا قلنا المحاضره دي تتكلم كلها عن جنرال، لكن بعد كده هناخد ممكن كل واحد فيهم التشخيص بتاعه بالتفصيل يعني. تمام، من الامراض اللي هناخدوها في دايركت ميثود وفي اندايركت ميثود. الدايركت ميثود دي تعتمد على ان اكتشف الفانجاي نفسها او ممكن الانتيجين. يعني اخد عينه من البيشنت كده، تمام، واكتشف اي كانت العينه طبعا، اكتشف فيها ادور على الفنجاي او ادور على الانتيجين بتاعتهم، فدي تسمى دايركت ميثود. لكن اما لو قعدت ادور مثلا خدت عينه من السيرم وقعدت ادور على الانتي بودز، فدي تسمى اللي هو الاندايركت ميثود. وفي حاجات كثيره طبعا ممكن انا استخدمها في يعني التشخيص بتاع الفنجال انفكشن. الجزء بتاع الانتي فانجال دراجز اللي هو اخر جزء معانا، وده جزء بسيط ان شاء الله. يعني ان احنا قبل كده اتكلمنا انه الانتي فانجال دراجز مش هي الانتي بكتيريال دراجز.
تختلف ازاي. ليه؟ علشان احنا قلنا في حاجه في السيل ممبرين بتاع الفنجاي وهو الارجوستيرول. الارجوستيرول دي الماده دي انا ممكن اسلط عليها دواء معين فبالتالي هو راح ياثر على الفنجاي ما اثرش على البكتيريا. عشان كده الانتي فانجل دراجز بتكون مخصصه او سبيسيفيك على ماده الارجوستيرول الموجوده في السيتوبلازميك ممبرين. ايه اشهر ادويه تستخدم في الان يعني عشان اواجه بيها الفانجل انفكشن؟ الانفوترايسين بي والمايكوستاتين وليه اسم ثاني طب اسمه النايستاتين، وفي الازول دراج زي فلوكونازول وكيتيكونازول واتراكونوكازول، دول كلهم مجموعه من الادويه تسمى عائله الازول. في سؤال كده بسيط يعني كده هو الفانجاي هاف ذا فولوينج كاركترز اكسبت، يعني ايه كل الجاي ده حاجات يعني من الكاركترز اللي ذكرناها للفانجاي ده تعتمد عموما على الجدول اللي كان فوق. زي ريبليكيت سيكشوالي ان سيكشوالي، دي صح طبعا زي ما قلنا هم يتكاثروا جنسيا ولا جنسيا. سيكشوالي عن طريق الميوتيك ديفيجن واسيكشوالي عن طريق الميتوتيك ديفيجن. زي ار ايكاريوتيك دي صح طبعا. زي هاف ارجوستيرول اكيد دي فيها ارجوستيرول الحاجه اللي بتميزهم عن البكتيريا بشكل اساسي في السيل وول او في السيل ممبرين. زي ار هيتيروتروفيك ايوه هم بيعتمدوا على التغذيه بتاعتهم عن كائن على كائن تاني. زي ار سيسبتابل يعني هم يعني قابلين للعلاج عن طريق الانتي بكتيريال ايجنتس، لا دي هي الغلط وبالتالي ايه هي الغلط. ده ان شاء الله كان اول جزء معانا في ده اوفر فيو، يعني غطينا بيها الجنرال مايكولوجي، غطينا بيها اهم الحاجات يعني اللي هتساعدنا هتوضح لنا الطريق بعد كده في المحاضرات اللي جايه. هي محاضره بسيطه خالص تتذكر في دقائق ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله يعني هنكون معاكم في شرح باقي البرانش كله ان شاء الله في الفيديو القادم او فيديوين تاني بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.